وسهلا. اهلا يا استاذ احمد، كلنا منتظرينك. ما شاء الله مديحة فنون جميلة. أهلا وسهلا. مها الثانوية العامة. أهلا يا مها. محمود ثانية ثانوي. أهلا وسهلا. مدحت أولى ثانوي. أهلا أهلا. ممدوح قبول أعداد. أهلا أهلا. كلكم على حرف الميم. مش بقول لك إمبراطورية مين. بعد الانتخابات مش هتبقى امبراطورية، في حاجات كتير هتتغير. جديدة حكاية الانتخابات دي، انا لفيت بلاد كتير قوي. ما شفتش انتخابات جوه البيوت. وما تنساش حضرتك ان الاسرة بحكم تكوينها الطبيعي خلية اشتراكية داخل المجتمع، ولازم النظام اللي يسود المجتمع يمشي كمان على الاسرة. كفاية مصطفى غاوي سياسة ومناقشات سياسية. وانت برضه يا محمود غاوي سياسة؟ لا، محمود غاوي موسيقى. عظيم، لكن انت لسه بتدرس. اما انا بقول بقى بعد ما يخلص المدرسة والجامعة يطلع موسيقي، يطلع كاتب، يطلع اللي هو عاوزه. مظبوط. طبعا هيوافق على كلامها. لا مش مظبوط. مظبوط ازاي؟ وليه ما يحترفش موسيقى من دلوقتي؟ ليه تضيعه عليه الفرصة؟ هو لازم يعني الشهادة؟ شاري شابلن ما دخلش جامعة، ولا شكسبير دخل جامعة، انما قدروا يستغلوا مواهبهم يفيدوا بيها ناس ويفيدوا بيها المجتمع. انا بقول نكمل دردشة على السفرة احسن. اتفضل يا استاذ احمد. اتفضل. شايفه؟ طبعا مخليين بالنا عليهم قوي وتزوقنا قوي. كنت فين حضرتك في اخر سفريه؟ في لندن. لكن الحقيقه انا تعبت من السفر فقررت اركز شغلي هنا. يبقى ليا مكتب هنا ومندوبين في كل بلد. انا عاوز ابقى مندوب. انا ملاحظ ان كل شغلك يا استاذ احمد في دول راسماليه. الشغل ما فيهوش راسماليه واشتراكيه، يعني مثلا في معاملات تجاريه بين فرنسا والاتحاد السوفيتي أكتر من المعاملات التجارية اللي بين روسيا والصين مثلا، وبالعكس في تبادل تجاري بين أمريكا وروسيا. الشغل شغل. بلاش سياسة يا مصطفى. أبدا، ده كلام مهم. ما هو بلاش كلام مهم دلوقتي.